سعيدة جدا ان انا النهاردة بحتفل بنجاح مسلسل عمل ضجة كبيرة جدا. انا انبسطت جدا في بيت اسرار. الممثل لما بيعمل حاجة كوميدي يتعلق مع الناس بيمسك فيها بقى يقفش. ده انا هقفش في ابوها. اه كنت يعني مبسوطة في المسلسل ده قوي. محدش كان متوقع النجاح ده. اللي كواليسه حلوة بيوصل بسرعة للناس. في الوسط الحياة مفيش صحاب او ده صاحب بقى ولايه. دايما انا وقناة النهار لازم نبقى مع بعض. خليك قاعدة في قناة النهار. احلى النجوم مع بوسي شلبي على النهار.